هنا رانا في روك ليبان. الله روك ليبان. هنايا لامباس. هذه هي أول دار اللي بات فيها العربي بن مهيدي. هذه هي دار بشارة بوطالب. هذه هي. روح هاتما تجيبها. هي طلي منها تشوفي منها يا باش تعرفي كان يتوضى في وسط الدار السي العربي رحمه الله. بس ليستوار تاع العربي مع الباشا غابوطال بنعرفها. إيه هما هنايا. سلام عليكم. سلام عليكم. انت اخت رابح. اخت رابح. اخت العربي بن مهيدي باش تشوف برك. باش تشوف الدار معليش. تفضلي. تفضلي. تفضلي جوزي اختي جوزي تفضلي. هاو نيميرو 4. تفضلوا. هاي كان يتوضى هنا السي العربي. تفضلي. جبتك الدار اللي كان بات فيها السي العربي بن مهيدي. يما ترابح توفات قرن وشي كانت تورينا الفوق وين كان عنده المضرب اللي كان يبات فيه السي العربي بن مهيدي رحمه الله. اول دار اللي دخلها كان يبات فيها هذه هي الدار. يماها شحال ماتت يماك في عمرها؟ 98 سنه. مثبتة وتعرف وقتاش تدخل السي العربي وتعطي لنا كلش. كيفاش كان يتوضا كيفاش كان تعطي لنا كلش. والدار هذه جازوا منها بزاف خباو فيها لي بوم خباو فيها. هذه هي دار بشارة بوطالب جبتك اللاصوص. ماشي هذه. ما يعرف. كان يتوضى العربي على بالك كي يدخل بيجار لهنا كان العربي يتوضى بشارة قالوا كيفاش راك تشوف فيه يتوضى قالوا سامحني بشارة كان ديبيتي في وقت فرنسا بيجار كيدخل لقاه خاطرش علاش ما عندهمش تصويرتو عندهم الاسم قلنا كان يمشي بكاردونديتي تاع عبود مولود دوبلات اللي كان يمشي بها السي العربي رحمه الله. درك حنايا علاش قلنا هاد الدار فيها تاريخ كبير 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 بالبزاف هاد الدار هذه والعربي عنده كان مازال الحاجه في عمرها 98 سنه نهار توفات ربي يرحمها يما ترابح الله يرحمها. دونك كانت الفوق تورينا كاع وين كان العربي يقعد وين كان يربع وين كان يكتب وين كان هنا في هذا الدار. كي دخل بيجار لقاه يتوضا. ومن بعد كي حكم بيجار العربي ابخي دي زاني قال له سي فو كو جو فو زيفي شي لو باشا كابو طالب. شفا عليه. ومن بعد قتلو وي كان ديبيتي. شوف سون فروا كيفاش رماه على راسو. رماه على راسو الاخر بلع وراح هبل بالطول كيفاش سما دخلت صبتو جا زعيم في الدار وتكلخت وما ديتوش. دوك نزيدو نحبطو ان شاء الله باش نورو لك اول دار اللي كان يبات فيها اللي كان يجتمع فيها. ربي يجازيكم يعطيكم الصحه.